ينضم إلي الآن الأستاذ مازن علوش، مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى. أهلا بك أستاذ مازن. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ مازن، يعني معبر باب الهوى هو الحقيقة الآن هو أن الرئة التي يتنفس منها السوريين، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة من حياة السوريين في مناطق شمال غرب سوريا. نعم. حدثنا عن معبر باب الهوى، كيف هي الأوضاع؟ هل هناك عمليات دخول لمساعدات إنسانية؟ ما هي طبيعة هذه المساعدات؟ هل هي كافية حقيقة للمتضررين في الداخل السوري؟ أهلا بك. طبعا معبر باب الهوى مثل ما ذكرت هو رئة الشمال السوري المحرر، تدخل عن طريقه جل مستلزمات أهلنا سواء من المواد الإغاثية أو المواد التجارية، وأيضا يخرج عن طريقه المسافرين والمرضى القاصدين للعلاج في المشافي التركية. بعد حدث الزلزال توقف العمل في المعبر من طرف الجانب التركي لعدة أيام. بعد مرور 4 أيام استؤنف العمل بشكل جزئي. أدخل الجانب التركي قافلة مساعدات أممية كانت عبارة عن 6 شاحنات، تبعها على مدار 5 أيام قوافل أممية بشكل يومي تدخل لدينا. حتى تاريخ لحظة وصلنا قرابة 58 شاحنة قادمة من الأمم المتحدة. هذه الشاحنات تحتوي على مستلزمات للخيام من السفنج والبطانيات والعوازل. قافلة قبل البارحة كان فيها 7 شاحنات تحتوي على مستهلكات طبية. قافلة اليوم كانت مميزة بشكل أفضل، كان فيها مولدات للكهرباء للمشافي بالإضافة إلى خيام مسبقة الصنع للمشافي، بالإضافة للإغاثة الأممية تريدنا تباعا شاحنات قادمة من الجمعيات الخيرية التركية مثل منظمة إيهاها وفتح دار وبقية المنظمات، وقف الديانة، الأفاد، بالإضافة لجمعيات تركية كثيرة. يعني خلال هذا الأسبوع كم هو حجم المساعدات بشكل تقريبي؟ يعني بالنسبة للجمعيات الخيرية من الجانب الأممي، الجانب الأممي 58 شاحنة، والمساعدات الأخرى الجانب الأممي 58 شاحنة، بقية الجمعيات ربما 30 شاحنة. يعني ما الجمعيات التي تتحدث عنها؟ هل هي يعني تبعيتها لدول أم هي مبادرات شعبية؟ الجمعيات الخيرية التركية تقوم بلم جمع المساعدات من أهلنا في تركيا وإرسالها للمستحقين لها في سوريا. مساعدات تكون ألبسة مستعملة، مواد غذائية، مياه، فحم للتدفئة، طحين للمخابز، سيارات خبز، يعني تكون منوعة. بالإضافة للجمعيات الخيرية التركية هنالك إغاثة تأتينا من المتبرعين السوريين، وصلتنا عدة شاحنات. أخ خير سوري أرسل شاحنة سفنج للمركز اللواء، سيارات أخرى يعني خبز بشكل يعني، لكن بشكل عام هذه الشاحنات لا تدخل، لا تكفي الحاجة التي نحن بها. هناك نقطة يعني كانت تؤثر في حياة السوريين، خصوصا ما يتعلق بالجرحى والمصابين. تم إغلاق هذا الجزء من الخدمة في معبر باب الهوى، ما هو سبب إغلاقه؟ طبعا السبب الرئيسي هو أن نحن كنا نقوم بإرسال المرضى للعلاج في مشافي في ولاية هاتاي، سواء في مدينة طنطاكي أو في مدينة اسكندرون. الزلزال أخرج المشافي التي كنا نرسل المرضى إليها من الخدمة، وخاصة مشفى الدولة ومشافي طنطاكي بشكل عام. يعني لذلك قام الجانب التركي بإيقاف إدخال المرضى للعلاج في مشافي التركية سواء الحالات الباردة أو الحالات الساخنة. بناء عليه الأخوة في وزارة الصحة وضعوا خطة لاستقبال المرضى في المشافي الموجودة عندنا في مناطقنا. الحمد لله بعد 2 أو 3 أيام أصبح الوضع جيد نوعا ما في المشافي في المناطق الحرارة، سواء المشافي التابعة للحكومة أو المشافي التابعة للمنظمات، يعني أو المشافي الخاصة أيضا لم يقصروا بواجبهم. اليوم رأينا يعني هناك عندما دخلنا إلى المعبر كانت هناك شبه توقف للحركة، الآن بدأ المعبر يعود بالحركة. اليوم الحمد لله بعد انقطاع دم 7 أيام اليوم تم استئناف دخول الشاحنات التجارية. هو اليوم الأول في اليوم الأول. منذ ساعتين بدأ دخول الشاحنات التجارية. أصبح هنالك بصراحة شح بالمواد، بعض البضائع في الأسواق وخاصة موضوع الخضار وغيرها، فالحمد لله استأنف دخول الشاحنات التجارية. بالإضافة أنه قبل 2 أيام استأنف دخول المحروقات. المحروقات تعرف هي عصب الحياة، الديزل والبنزين والغاز. أيضا الأخوة في مديرية مشتقات النفطية قاموا بتسهيل
مرور عدة قوافل المحروقات، دخلت عشرات الصهاريج من مادة البنزين والديزل والغاز. مادة الغاز انقطعت خلال الأسبوع الماضي في السوق، البارحة تم استئناف ضخها في الأسواق من قبل الأخوة في مديرية المشتقات النفطية. يعني الآن معبر باب الهوى نستطيع أن نقول أنه اليوم عاد إلى الحركة، هل ستعود الحالات الإسعافية للدخول؟ في الوقت القريب لا نظن ذلك، ولا بالثلاث أشهر القادمة. يعني والسبب نحن السبب من الجانب التركي نتيجة الكارثة التي حصلت في جانب تركيا. بالتأكيد مثل ما ذكرت لك، المرضى كانت علاجهم مركز في مشافي هاتاي، مشافي اسكندرون ومشافي أنطاكيا، توقفت المشافي، توقفت حتى هم يعني أهلنا الأتراك في إقليم هاتاي أصبحوا ينقلون المرضى للعلاج في الولايات الشمالية حتى عن طريق الطائرات، أو مثل ما تعلم الطرق تضررت بشكل كبير، فإلى أين سيدخل المواطنين للعلاج؟ لذلك نحن طالبنا عدة مرات الأمم المتحدة والدول الصديقة للشعب السوري بإرسال مشافي ميدانية، حتى لو كانت مشافي على الحدود أو نحن نستقبلها في معبر باب الهوى للعلاج. البارحة كان هناك استجابة من الأخوة في دولة قطر، أرسلوا فريق طبي دخل البارحة وفد من الهلال الأحمر القطري مؤلف من 8 أطباء وطاقم من الممرضين، دخلوا إلى منطقة إدلب وبدأوا أعمالهم في نفس اليوم لمساعدة الأطباء السوريين في مداوات أهلنا الذين تضرروا من الزلزال.